ليه اللحوم بالذات مش ميزه ان انا بعد اول ما اجيبها طازه لازم ان انا اقسمها بطريقه حلوه والفها بطريقه تبقى محكمه الغلق علشان ما تلقطش روايح واحطها في الفريزر، اخد على قدي اطلعه، المفروض نفك الحاجه في درجه حراره الثلاجه، ما نفكهاش في درجه حراره الغرفه، لو هفكها في درجه حراره الغرفه تبقى على ميه سايبه، ميه الحنفيه رانينج ووتر علشان ما تفسدش، فكتها ومش هقدر استعملها، اسويها وارجع اشيلها. ليه ما ينفعش بقى اخزنها تاني؟ لان هي هتبقى هتفقد جودتها، اللحوم بتفقد من نسبه الميه اللي موجوده فيها. يعني مش فكره فسدت يا استاذ جيهان، هي فكره مع الوقت إنها هتفسد، يعني حتى لو سبتها هتفقد من الميه بتاعتها ولونها هيتغير وشكلها هيتغير. لو انا جودت بقى من عندي ورحت مدخلها الفريزر ورجعتها تاني عملت الحركه دي تاني، هبص الاقي لونها اتغير، جوده اللحمه اتغير. والعناصر الغذائيه المفيده اللي موجوده فيها هتبقى خسرتها. نفس فكره اللحمه ليه بتفقد ميتها او ايه اللي بيحصل مثلا وانا بتبلها، ما ينفعش اتبلها واحط عليها ملح قبل السوى أيوة. ان ده بيخليها تفقد تنزل الميه السوائل بتاعتها، فلما بحطها على النار ما بتستويش. بضيف الملح اخر حاجه.